اتمنى اللي عم بيصير بالقصير ما يمتد على لبنان وان شاء الله تنحل باسرع وقت. شايفين لبنان بلد مستقر شوي يعني عم بيحاولوا يخربوا بما انه نحن البلد العربي الاكثر ناس مستقبلين فيها العالم العربي كله. اكيد ما بتجيب استقرار للبلد لانه استقرار البلد هو شيء اكبر بكثير من قصير وغير قصير. لازم ننقى بنفسنا عن التدخل بالشأن السوري وخلي هن الشعب السوري مع النظام يحلوا أوضاعهم وقصصهم بعضهم بعض وخلينا لبنان بمنع عن كل التدخلات الخارجية. القصير مشاكل يمكن بداية حرب تقسيم لبنان لكنتونات شيعية سنية درزية أقليات. أنا برأيي العملية منا مفتاح الحل إنه الوضع هيك كان من زمان وضلوا هلأ نفس الشيء يعني بحيل الوضع كان مأزم وماشيين بنفس الموضوع ما حدا عم يعمل شيء ليغير.